السلام عليكم. كاين فئة مهمة جدا من أبنائنا الناجحين في شهادة التعليم المتوسط هم اللي كانوا يجيبوا معدلات ممتازة خلال السنة الدراسية، وفي شهادة التعليم المتوسط جابوا معدلات أقل، وهنا بالنسبة لهم كانت الصدمة، وحتى بالنسبة لأوليائهم واستقبلوا هذا النجاح بالدموع، حتى أنهم تلاميذ حصلوا على معدلات 16 17 لكن استقبل هذا الخبر بالدموع. هنا بني، أنا بالنسبة إلي كأستاذ أنه هذا المعدل تاعك تاع طوال السنة الدراسية هو اللي يقيمك، وبه نقدر نقول أنه عندك قاعدة ممتازة. أما شهادة التعليم المتوسط نقدروا نعتبروها فقط كبوة حصان بالنسبة ليك ودرس ليك. لا، لأنه الهدف دائما أبنائنا أنه البكالوريا تاعنا هي اللي نتحصلوا عليها بمعدلات كبيرة وبامتياز. لذلك خلي هذا المعدل وخلي هذا اللحظات تكون لك نقطة بداية في الثانوي. كل ما جيت راح تعدي امتحان أو كل ما فشلت في الدراسة تاعك تشوف للخلف وتقول لا، أنا لازمني نثابر باش بإذن الله البكالوريا تاعي نجيبها بمعدل ممتاز. لذلك استغلوا أولياءنا الأفاضل هذه اللحظات وعليوا الهمة لأبنائكم، وبالعكس أفرحوا معهم بهذا النجاح. مبارك عليكم النجاح أبنائنا. سلام.